دفتر موجود؟ عامله كام؟ عامله 10. 10؟ يا عم السلام عليكم اخواتي وحبايبي متابعين قناه العالمي. طبعا زي ما تعودنا ما نتكلم في اي حاجه، عاوزين نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، وريت ما تنسوش تعلقوا لي عشان ربنا يكرم معايا قوي. النهارده فيديو جميل، فيديو محترم، دي اول شيء لك لابس سوق الكومه مع ساعات كويسه صحيح هنا بارقام التليفون بالاعلان بسم الطعم بسم الطعم، كل ده الكلام بنتكلم فيه. هرجع اتكلم تاني معاك نفس النقطه. والله يا جدعان نسبه الاسعار دي انا ما باخدش منها نسبه في السوق، يعني مثلا لو واحد قال كلب 100,000 جنيه انا ما بقسمش معاه، رغم كده انا باخد رقم التليفون بس بتاعه والسعر بتاعه وبحطه في القناه، غير كده انا ما بتدخلش فيها. يعني مثلا لو كلب غالي ده صاحب الكلب، ولو كلب رخيص ده صاحب الكلب، عشان في ناس بتقول لا الاسعار كلها غاليه وانت بتعمل مصلحه. والله انا ما بعملش مصلحه، عشان الثلاث ارباع اللي في السوق انا ما اعرفهمش اكتر من هم بصور معاهم بس. لو في تجار ممكن اقول لك اه ممكن يطلع لي مصلحه مثلا انا بصور عنده بشتغل معاه، غير كده انا ما بطلعش حاجه. وغير كده وكده كمان لو انت ليك شايف الكلب غالي ما تشتريهوش، لو انت شايف الكلب غالي والسهل مثلا سعره معين بتشتريه بالسعر اللي انت عاوزه. عشان ما اطولش عليكم انا بشكر كل اخ وكل اخت عندي على القناه بيتابعوني وايه حلو فيها وايه الوحش، فما ازعلش ولا لما حد يقول لي حاجه وحشه، ده شيء بيفرحني. برضك زي ما اتعودنا لو انت اول مره تخش على القناه ما تنساش تشترك لي فيها، لو عجبك الفيديو علامه لايك واشتراك وفعل زر الجرس. يا رب الفيديو يعجبكم، استنى التعليقات بتاعتكم وايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش، ونكمل مع بعضينا ونشوف الدنيا فيها ايه. ده عمره قد ايه الدكر ده؟ ده له 5 شهور. اتجوز ولا؟ اتجوز جوازه واحده؟ واخد اطعمته وحاجته؟ ما اتطعمش ولا اي حاجه؟ محل ها؟ ده عامل كام؟ 5000 فايده ولا في كلام تاني؟ فايده. كام رقم التليفون؟ 011-513-6-16-19. المكان فين؟ سيرة زينب. حبيبي احسن ناس، حبيبي اعلامي. ده عمره قد ايه الدغر ده؟ ده عمره قد ايه؟ عنده سنة. سنة؟ واخد اطعمته وحاجته ولا؟ دفتر بتاعه موجود؟ ايه يا ابويا؟ فايدة 8000. فايدة 8000 صح كده؟ كام رقم التليفون؟ 012 051 046 077. المكان فين؟ سويس. سويس حبيبي احسن ناس. ده العمر قد ايه؟ 35 يوم. تقريبا ذكر وانتهيتين ولا؟ ذكر وانتهيتين. الذكر عامل كام؟ الذكر هيبقى عامل 2500 ان شاء الله. ذكر 2500 والنتايه؟ النتايه عامله 2000. النتايه 2000، ده فايده ولا في كلام تاني؟ لا في كلام ان شاء الله. في كلام تاني. كام رقم التليفون؟ 012 86 22 22 16 22 8. الاب والام عندك صح كده؟ حبيبي طبعا ما خدوش لسه خدمات ولا خدوا اي حاجه؟ لا لسه ما خدوش اي حاجه. حبيبي على المكان فين؟ شيخ زايد. شيخ زايد حبيبي تسلم يا باشا. عايزين نبيع 40 جنيه يا عم. ده عمره قد ايه الجرو ده؟ شهرين. شهرين نتايه؟ نتايه. خدت تطعيمات ليها ولا لسه؟ في دفتر؟ دفتر موجود في البيت. دفتر موجود ها؟ ده عامله كام؟ عامله 2000 جنيه. 2000 جنيه فايده ولا في كلام تاني؟ فايده. كام رقم التليفون؟ 012 11 22 22 51 52. طلع عندك ولا انت شاريها؟ طلع عندك يا ابو الام عندك حبيبي على ده. 14 شهر. 14 شهر؟ اتجوز ولا لسه؟ لا لسه. لسه
واخد تطعيماته حاطه واخد تطعيماته الدفتر بتاعه موجود مفيش دفتر يعني المهم اهم حاجه يكون موجود بس صح كده ده عامل كام؟ 7000 فايده ولا في كلام تاني؟ اخر 6 كام رقم التليفون؟ 03 29 20 452 المكان فين؟ تربية هرم حبيبي احسن ناس حبيبي عالمي ليه يا عم ده نوعه ايه ده؟ بوكسر عمره قد ايه اتبغر ده؟ 5 شهور خدت اطعمات ليه ولا لسه؟ لا معاك دفتره موجود؟ يعني خدت اطعمات؟ يعني الطعم كل حاجه بس مفيش دفتر صح كده؟ ده عامل كام؟ 5000 فايده ولا في كلام تاني؟ كويس كام رقم التليفون؟ 011 55 189 226 المكان فين؟ حلوان حبيبي احسن ناس حبيبي عالمي ده عمره دي بغت عمره دي 3 سنين بسم الله ما شاء الله ده جوز كام مرة كتير ها واخد تطعيماته وحاجته طبعا في دفتر بقى ولا ملوش؟ ملوش دفتر صح كده؟ اه ده عامل كام؟ ده عامل كام؟ 6000 فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة ولا في كلام؟ في حاجات بسيطة كام رقم التليفون؟ 0100 32 11 703 الوان تقريبا صح كده؟ حبيبي علامة أحسن ناس ماشي يا علامة عمرها قد ايه يا كامبا؟ خدها منه قول له عمرها قد ايه يا كامبا؟ سنة؟ سنة خلفت قبل كده كامبا صح؟ خلفت مرة ها؟ خلفت مرة خلفت تطعيماتها وحاجتها ولا؟ كل حاجة دفترها موجود؟ اه موجود ده عاملة كام؟ 2000 جنيه 2000 جنيه فايدة ولا؟ لعبية في كلام برضه في كلام كام رقم التليفون؟ 010 90 70 81 51 اول فيصل حبيبي علامي ده عمره قد ايه الدغر ده؟ عمره قد ايه؟ 10 شهور واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ دفتره موجود؟ مفيش دفتر ها؟ عامل كام؟ 3000 فايده ولا في كلام تاني؟ طيب كام رقم التليفون؟ 010 17 050 142 المكان فين؟ معادي حبيبي علامة ده عمره قد ايه الدغر ده؟ 2 سنين واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ واخد كل يعني مترخص وليه الدفتر بتاعه صح؟ ده نوعه ايه؟ بولي ده عامل كام؟ 3000 فايده ولا؟ فايده عمرها قد ايه النتيجه دي؟ سنه ونص خلفت مره تقريبا خلفت مره يعني خلفت مره واتجوزها بقى 10 ايام صح كده؟ دفترها وحاجتها موجوده برضك ولا؟ كله موجود عامله كام؟ 2000 ونص فايده ولا؟ فايدتها 2 كام رقم التليفون؟ 011 22 90 7 8 7 14 مكان فين؟ دار السلام حبيبي علامة علامة
هو فين شغوص هو؟ عمرها قد ايه؟ سنه وشهرين؟ سنه وشهرين. خلفت مره ولا؟ خلفتش لسه؟ اه. خلت طعماتها وحاجتها؟ واخده كل حاجه. كل حاجه. ده عامله كام؟ عامله 15. 15. نتايج شورت؟ نتايج شورت خلفت مرتين. خلفت مرتين، عندها سنتين؟ اه. خلت طعماتها وحاجتها برضك ولا؟ كل حاجه. ده عامله كام؟ عامله 10-3. 10-3. نتايج جيرمان؟ نتايج جيرمان عامله 3 شهور. سنه وثلاث شهور؟ برضك؟ خلت طعماتها وحاجتها برضه؟ دفتر موجود؟ عامله كام؟ عامله 10. 10؟ فايده ولا؟ باذن الله فيها كلام. في كلام. كم رقم التليفون؟ 010 010 922 922 61 61 853 المقطم صح كده؟ لا، مدينه نصر. مدينه نصر. حبيبي علي، مدينه مولين.